أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس. في هذا الفيديو عزيزي الطالب سأقوم بتوضيح الوحدة الثانية والتي بعنوان الحمام الزاجل، والتي تتضمن فنا من الفنون الأدبية بعنوان فن الرسالة. سنتعرف على مفهوم فن الرسالة وعلى عناصر الرسالة، وسنقوم بتطبيق فن الرسالة من خلال نماذج سأقوم بطرحها وعرضها أمامكم. بداية أذكر الأهداف لهذه الوحدة: وصف محتوى الوحدة وشرح أهداف التقييم والمفاهيم الرئيسة بالوحدة والحديث عن مشروع الوحدة. تتناول هذه الوحدة فنًا من الفنون الأدبية بعنوان فن الرسالة. وفن الرسالة عزيزي الطالب هي إحدى الفنون الأدبية التي عرفها العرب في قديم الزمان، وتعني نقل معلومة معينة بأسلوب معين عبر وسيلة معينة تتطور مع تطور الزمن. فقد كانت الرسالة تنقل من خلال التجار وعن طريق الحمام الزاجل، وأحيانا كانت تشعل النيران على قمة الجبال للدلالة على إرسال رسالة قصيرة، حتى إنه تم إنشاء البريد في عهد معاوية بن سفيان، ثم تطورت عملية نقل الرسالة في القرن التاسع عشر والعشرين مع تطور وسائل النقل وتطور التكنولوجيا. فظهر هنا جهاز الفاكس ثم البريد الإلكتروني وغيرها أيضا. للرسالة عناصر عدة: العنوان، الشخص الذي ترسل إليه رسالة، والشخص المرسل، والتحية، عنوان الرسالة، مقدمة الرسالة، موضوع الرسالة، خاتمة الرسالة، والتوقيع وتسجيل التاريخ. وللرسالة أيضا عنوان عدة، منها رسالة رسمية ورسالة شخصية ورسالة أدبية ورسالة تجارية. وفي هذه الوحدة سنقوم بتطبيق فن الرسالة من خلال طرح نصين أدبيين، نصين من خلال طرح نصين يمثلان نموذج لفن الرسالة، منها رسالة إلى ولدي، ومنها رسالة جلالة الملك، وسيكون هناك نماذج أخرى. كما سنتناول مجموعة من القضايا اللغوية النحوية كجمع التكسير، وبعض القضايا الكتابية كالألف اللينة في أواخر الأفعال الثلاثية، وسنطبق ما تعلمته في كتاباتك وأبحاثك والمشاريع التي ستقدمها. أما بالنسبة للمفهوم الرئيسي والمفهوم ذات الصلة والسياق العالمي لهذه الوحدة، فالمفهوم الرئيسي هنا عزيزي الطالب هو التواصل، والمفهوم ذات الصلة هو الغرض، والسياق العالمي الهويات والعلاقات والقدرة التأثيرية الشخصية. والعبارة عزيزي الطالب: الرسالة فن يعتمد القدرة التأثيرية الشخصية لتعزيز التواصل الذي يحقق أغراض متنوعة. أهداف التقييم: التحليل، التنظيم، إنتاج النص، واستخدام اللغة. أما بالنسبة لمهارات التعلم، فمهارات التعلم عزيزي الطالب هي التواصل، إدارة الذات، والمهارات الاجتماعية. ولا بد لهذه الوحدة أن تتكامل مع المواد الأخرى. فمن المواد التي تتكامل معها وحدتنا هي مادة التاريخ، من خلال دراسة تطور فن الرسائل والمقارنة بينها في الماضي والحاضر. الفن من خلال تصميم الرسالة بشكل جميل وإضافة لمسات جاذبة. التربية الإسلامية من خلال دراسة كيفية استخدام الرسائل زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا عزيزي الطالب سأقوم بالتحدث عن مشروع الوحدة وربطه بالواقع.
مشروع الوحدة في هنا سيكون عبارة عن كتابة رسالة إلى أي شخص يختاره، يخبره عن أمر يريده، مثل أن يرسل رسالة لصديق يخبره عن شوقه له، أو يرسل رسالة إلى معلم أو مسؤول يطلب منه شيء محدد يرغب بإضافته للمدرسة. وهذا المشروع نستطيع ربطه بالواقع من خلال كتابة الرسائل على موقع التواصل الاجتماعي المتنوعة بالطريقة الصحيحة بعد دراسة خصائص الرسالة وطريقة كتابتها. وهذه الوحدة عزيزي الطالب نقوم بربطها مع رؤية ورسالة المدرسة، حيث يمتلك الطالب سمة المسؤولية من خلال الحرص على استخدام الرسائل استخداما صحيحا. القيم العالمية من خلال تمثل إيجابيات وسلبيات استخدام الرسائل الإلكترونية، وللوصول لعمل منفتح. وهنا عزيزي الطالب أقوم بعرض لك بعض مصادر الوحدة التي سنعتمدها في هذه الوحدة، منها مصدر موضوع، ومنها اليوتيوب، ومنها كاهوت، وغيرها أيضا من المصادر كبلوكيت وورد وول والرديف لتعلم معاني الكلمات. عزيزي الطالب، بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة يجب عليك الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما هي الصعوبات التي واجهتها أثناء استكمال مهام التقييم النهائي؟ وأي المهارات بحاجة للمزيد من الممارسة؟ وما هي نتائج التعلم في هذه الوحدة؟ وما الذي كان مثيراً للدهشة فيما درسته؟ وما الذي ستفعله بشكل مختلف المرة القادمة؟ وقبل الانتهاء عزيزي الطالب، لابد لنا أن نبين مميزات فن الرسالة. فن الرسالة لها مميزات عدة، منها أنها تجعل الكلام فطرياً سليماً من شوائب التكلف. ثانياً، تنقيح الرسالة من حشو الكلام وتطويل الجمل. ثالثاً، نزول الألفاظ والمعاني على قدر الكاتب والمكتوب إليه. رابعاً، إلباس الكلام وكسوته رونقاً وإشراقاً بجودة العبارة وسلامة المعاني وسهولة الألفاظ. وكما قلنا أن فن الرسالة لها أنواع عدة، منها الرسالة الشخصية، رسائل التعارف، رسائل الهدايا، رسائل المجاملات، رسائل الاستعطاف، رسائل العتاب، رسائل الوصف، وهنالك أيضا خصائص للرسالة لفن الرسائل، منها الموضوعية والواقعية وتحقيق التكامل بين جميع مكونات وأجزاء الرسالة، والتكيف مع البيئة حيث إنها تراعي ظروف البيئة الحالية والمستقبلية. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت من وصف هذه الوحدة، الوحدة الثانية، والتي بعنوان الحمام الزاجل. وفي هذه الوحدة أيضا سنتطرق كما قلت إلى بعض القضايا النحوية كجمع التكسير، وقمنا سابقا بإعطاء جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم، وسنكمل هنا بإعطاء جمع التكسير. وأيضا سنقوم بإعطاء بعض القواعد الإملائية وسنطبق عليها دائما عزيزي الطالب من خلال كتابة فقرة تمليها عليك المعلمة. وهنا سنقوم بإعطاء الألف اللينة في أواخر الأفعال الثلاثية. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت من درسنا وعرضنا لهذه الوحدة. شاكرة لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء أحبائي الطلبة.